Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، ان شاء الله بامر الله النهاردة هنحل مع بعض تيست يونت 1 من الكتاب العريق جيم، وان شاء الله لو في اي سؤال او اي استفسار او اي موضوع تحبوا ان احنا نطرحه ياريت تكتبولي، وان شاء الله هحاول ان انا البي كل طلباتكم في اقرب وقت. كل اللي محتاجه منكم فقط دعواتكم ومش اكتر من كده. نبدا على بركه الله. نبدا بيونت 1 ومعانا اول سؤال اللي هو سؤال التشوز، بيقول the city has 8 space each with representative on the city council. بيقول ان المدينة بها 8 احياء وكل حي يتم تمثيله في السيتي كونسل في مجلس المدينة. طيب 8 احياء ناقص معايا كلمة احياء، احياء بمعنى او منطقة بمعنى districts. Number two, while space a cake, Soha burned her hand. بمعنى أثناء عمل الكيك سوها أحرقت يدها. طيب أنا عندي while، بعد while مباشرة مفيش subject مفيش فاعل هنا، فبالتالي الاختيار بتاعي هيكون gerund verb plus ing، يبقى إذن الاختيار الصحيح هيكون making. Number three, بيقول لي they still live in the small house they space 30 years ago. هم زالوا بيعيشون في منزل صغير الذي اشتروه منذ 30 عاما. كلمة years ago، كلمة ago طبعا دي سهلة جدا بتدل على الباست سيمبل، يبقى اذا الاختيار الصحيح هيكون bought. السؤال اللي بعديه بيقول it is a space to greet someone when you meet them. عايز يقول لي ان من التقاليد ان احنا بنحيي الشخص او الاشخاص اللي احنا بنقابلهم. من التقاليد، تقاليد بمعنى ايه؟ تقاليد بمعنى custom. السؤال اللي بعديه بيقول لي using typewriters is space now we use computers. بمعنى ان استخدام الآلة الكاتبة أصبح من الطراز القديم أو من الموضة القديمة، الآن نحن نستخدم الكمبيوتر. طيب إذا من الطراز القديم أو موضة قديمة يبقى هنستخدم كلمة old fashioned. السؤال اللي بعديه بيقول لي when the police saw the thief they spaced to take actions and arrest him. لا، عندما رأت الشرطة اللص أرادوا أن يتخذوا إجراء take action ويقبضوا عليه. ده سرد الأحداث في الماضي، إذن هستخدم معاه past simple. الباست simple بكل بساطة هو الverb plus ed، يبقى الاختيار الصحيح هيكون wanted. دكتور مجدي يعقوب has performed a new type of surgery. He is considered a or an space in his field. عايز اقول لي ان الدكتور مجدي يعقوب بيجري نوع جديد من الجراحة in his field، بيعتبر رائدا في مجاله. كلمة رائد بمعنى تمام pioneer. When the old lady returned to her flat she found that someone had broken in space her absence. بمعنى عندما عادت السيدة العجوز إلى شقتها وجدت أن هناك شخص ما قد اقتحمها أثناء غيابها. كلمة أثناء عندي كلمتين بمعنى أثناء، عندي while وعندي during. طب إيه الفرق يا مستر؟ while بيجي بعدها جملة كاملة مكونة من subject plus verb. طب أنا هنا ما عنديش جملة كاملة، ما عنديش فعل، يعني عندي noun اللي معايا هنا noun، فهستخدم during. لكن طبعا مش هينفع نستخدم until لان until بمعنى حتى مش ماشي مع سياق الكلام معايا ولا before، استخدم during. سؤال بعد كده بيقول after space his cars
under no parking sign the police drove it away. بيقول لي بعد ما ركن العربية بتاعته تحت لافتة ممنوع الانتظار، الشرطة جات واخذت العربية. طيب بعد after السبيس موجود مباشرة، مفيش معايا subject بعد after، إذن الاختيار بتاعي هيكون verb plus ing gerund، فإذن الاختيار الصحيح هيكون parking. سؤال بعد كده بيقول I have a 10 space break for something to eat at midday، بمعنى ان انا معايا 10 دقايق break. طيب عايز اقول 10 دقايق، انا بعد 10 هلاقي هنا في داش صغيرة لو انتوا تلاحظوها اهي، اذن هختار النون في حالة singular يعني without s من غير s، يبقى اذن الاجابة الصحيحة تكون minute. having وبيجي بعديها past participle يعني الفيرب بلس اي دي. بيقول لي the plan for his new project he asked the bank for a loan، عايز يقول لي بعد انتهائه من تخطيط المشروع بتاعه he asked the bank، هو طلب من البنك for a loan، طلب قرض من البنك. زي ما قلنا ان having بيجي بعديها past participle، الباست participle اللي هو verb plus ed، إذا الاختيار الصحيح هيكون معايا completed. شوف السؤال اللي بعد كده بيقول as we space down the hill a strange object appeared in the sky، عايز يقول أثناء نزولنا من التل الهيل a strange object appeared in the sky، ظهر جسما غريبا في السماء. دي قاعدة as، بعد as مباشرة بيجي past، بعد as مباشرة بيجي past continuous اللي بيتكون من was or were plus ال verb ing، بيلي ال past simple اللي هو متمثل في ال verb appeared. appeared انا معايا ال past simple اللي هو appeared، يبقى ناقص معايا ال past continuous اللي هو was or were plus ال verb plus ing، اذا الاختيار الصحيح بتاعي هيكون were driving. سؤال بعد كده بيقول when my father was young، عندما كان والدي صغيرا he always to work، انا دلوقتي بعمل سرد لاحداث في الماضي، وفي الحالة دي بستخدم past simple لان هنا مكتوب was young كان صغيرا، was هنا past simple، يبقى برضو الفيرب اللي هيجي بعدها past simple، الفعل في الماضي البسيط بنستخدم الفيرب plus ed، يبقى اذا الاختيار الصحيح هيكون walked. let's close up the shop early this evening space، المطلوب مني ان انا اعمل question tag، السؤال المزيل. السؤال المزيل مع كلمة let's، مع كلمة let's بيكون تمام shall we. السؤال اللي بعد كده بيقول he had a newspaper space open on his knee، بمعنى ان هو افترش الجريدة مفتوحة على ركبتيه، يفترش او يبسط او يمد بمعنى spread. طبعا مش هينفع استخدم publish لان publish بمعنى ينشر، هو طبعا مش هينشر الجريدة على ركبتي. issue بمعنى يصدر، distribute بمعنى يوزع، كل دوا مش هيتفق مع سياق الكلام في الجملة بتاعتي، اللي هيتفق فقط هو كلمة spread، لان spread زي ما قلنا بمعنى يفترش او يبسط او يمد. السؤال اللي بعد كده بيقول I can't find remote control، انا مش لاقي الريموت كنترول، انا عندي نيجاتيف، في حالة النيجاتيف بستخدم الكلمة اللي هي بها مقطع اني، بمعنى ان انا مش لاقي الريموت في اي مكان، اي مكان بمعنى anywhere. دلوقتي هندخل على الترانسليشن، وقبل ما ندخل على الترانسليشن احب بس افكركم ببعض الكلمات المهمه اللي هتقابلنا في الترجمه. اول كلمه معانا اللي هي مس اندرستاند، مس اندرستاند، مس اندرستاند بمعنى يسيء الفهم. تاني كلمه من الكلمات اللي ممكن تقابلنا اللي هي ستيك تو، ستيك تو بمعنى يلتزم بي. كريتيريا، كريتيريا بمعنى معيار او معايير. ريبورت، كلمة ريبورت هتقابلنا بمعنى تحليل.
ماس ميديا، كلنا طبعا عارفين يعني ماس ميديا اللي هي وسائل الإعلام. take part، take part بمعنى يساهم أو يشارك. بس هنبص بصة كويس على الكلمات اللي موجودة قدامنا لأن دي هتقابلنا في الترجمة، وهنعيد ترجمتها مرة تانية. المرة دي هنترجم نفس الكلمات بس بالعكس، يعني من العربي translate into English، يعني من العربي للإنجليش. كلمة يسيء فهم قلنا بمعنى، نفكر كده، يسيء فهم بمعنى ايه؟ تمام، misunderstand، يلتزم بي، فكر كده، stick to، معايير او معيار بمعنى criteria، تحليل قلنا بمعنى report، وسائل إعلام اللي هي mass media، عندي كلمة يساهم قلنا بمعنى تمام take part. دلوقتي هندخل على translation، نبدأ translate into Arabic. يقول many people misunderstand the true meaning of freedom. misunderstand لسه واخدينها، قلنا بمعنى يسيء فهم، فهنقول يسيء دايما في لما بنيجي نترجم للغه العربيه بنبدا بالفيرب، فبقول يسيء العديد من الناس فهم true، the true true يعني حقيقه meaning of freedom، حقيقه معنى الحريه. freedom doesn't، معلش في تي هنا مشاله، freedom doesn't mean that we have the right to do just as we like. الحريه doesn't mean، لا تعني، that we have the right، أن لدينا الحق، to do just as we like، أن نقوم أو نفعل ما نشاء. we must respect the freedom، برضه هنا في M، علينا أن نحترم the freedom of others، حرية الآخرين. هنشوف الترجمة مع بعض. زي ما اتفقنا يسيء الكثير من الناس بمعنى many people misunderstand، فهم معنى الحرية اللي هي the true of meaning of freedom. فالحرية لا تعني أن لدينا الحق، freedom doesn't mean that we have the right، في أن نفعل ما نشاء، right to do just as we like، بل يجب علينا احترام حرية الآخرين، we must respect the freedom of others. ندخل على الترجمة translate into English. بيقول له تساهم وسائل الإعلام، هنبدأ هنا العكس، يعني لما بنيجي نترجم من العربي للإنجليش بنبدأ بالسبجكت بالفعل. الفعل هنا معايا اللي هو وسائل الإعلام. وسائل الإعلام قلنا بمعنى ماس ميديا، بمعنى ايه ماس ميديا؟ ماس ميديا تساهم، تساهم قلنا بمعنى take part، take part، يبقى ماس ميديا take part، في توجيه الرأي العام in directing، في توجيه الرأي العام in directing public opinion، نحو towards، أهمية the importance، أهمية الثقافة والعلم، the importance of cultures and science، في تطوير أي أمة، in development، development معنى تطوير، any nation، nation بمعنى أمة، لذلك therefore يجب أن نلتزم، we should أو they should الأسنية عايدة على هم، they should نلتزم، قلنا يلتزم بمعنى stick to، يبقى we should stick to معيار اللي هو بمعنى criteria، يبقى يجب أن نلتزم بالمعايير، we should stick to، يلتزم بمعنى stick to المعايير اللي هي criteria. طبعا هنا المعايير موصوفة بكلمة الصحيحة، فلازم طبعا في الانجليش الصفة تسبق الموصوف، فهقول right criteria، right criteria بمعنى المعايير الصحيحة. والأخبار والتحليل الصادقة، كلمة الصادقة دي صفة لكل من الأخبار والتحليلات، فأنا هبدأ بيها، فهقول الصادقة اللي هي honest، honest news and reports. تعال نشوف كده مع بعض الترجمة.
بيقول لي mass media take part، الإعلام بيساهم in directing the public opinion، في توجيه ال public opinion اللي هو الرأي العام، towards the importance، نحو towards بمعنى نحو، the importance of cultures and science، نحو الثقافة والعلم، in the development of any nation، في تطوير of any nation، في تطوير أي أم. Therefore لذلك they should stick to the right criteria، لذلك عليهم الالتزام بالright criteria، بالمعايير الصحيحة، and honest news and reports، والأخبار والتحليلات، التحليلات والأخبار الصادقة. إذا نكون وصلنا لنهاية التست، أرجو أن تكون الحلقة عجبتكم ويكون فيها استفادة للجميع. انتظرونا في المرة القادمة، هناخد تيست 2. أشكركم وإلى اللقاء.